تسلمت بلدية الحمرية صباح اليوم الاعتماد العالمي لبرنامج العلم الأزرق، وهو الذي يمنح للشواطئ بعد توفر عدة معايير كجودة المياه البحرية والإدارة البيئية، بالإضافة إلى السلامة العامة والخدمات فائقة الجودة، وهو الأول على مستوى الشواطئ والمراسي في إمارة الشارقة. علم أزرق يرفرف في سماء الشارقة، وتحديدا على مدخل شاطئ الحمرية، ذلك المكان الذي يتميز بهدوئه وصفاء مياه بحره. هذا العلم الأزرق يرمز إلى حصول الشاطئ على الاعتماد العالمي لبرنامج العلم الأزرق، وهو إنجاز حققته بلدية الحمرية من خلال موائمة الشاطئ لكافة المتطلبات الخاصة بالبرنامج العالمي. اليوم في بلدية الحمرية وبجهد مشكور من سعادة الأخ مبارك الشامسي مدير بلدية الحمرية باستيفاء متطلبات العلم الأزرق. طبعا العلم الأزرق هي شهادة عالمية من منظمة غير ربحية وغير حكومية، تعتبر أعلى شهادة على مستوى العالم في معايير الأمن والسلامة لمرتادي الشواطئ. بلدية الحمرية ومن خلال فرق العمل التي عملت على توفير كافة سبل الراحة لمرتادي الشاطئ، حصلت على علامة العلم الأزرق لشاطئ الحمرية، وذلك بعد مطابقتها لكافة المعايير الدولية المطلوبة والتي تعتمد على 32 معيارا. حققنا 32 معيار اللي هو المعايير اللي تهم البيئة، ونحن نشتغل في المشروع نشوف ان الأمور اللي المعايير الموضوعة هي نفس المعايير اللي نشتغل عليها بالطريقة اليومية العادية، لكن ما كانت موثقة. فسبحان الله يعني العملية صارت سهلة بالنسبة لنا. البنية التحتية ولله الحمد سمو الحاكم ما مقصر، وتوجيهات ولي العهد يعني كانت تسرع الأمور لنا بسرعة، يعني دعم لا محدود اللهم لك الحمد من أعضاء المجلس التنفيذي. هذا ويمثل الشاطئ أحد المتنفسات البحرية المتميزة في إمارة الشارقة لما يضمه من مقومات ترفيهية للعائلات والجمهور وفقا للمواصفات العالمية العصرية وعوامل الراحة والأمان والسلامة العامة. إذن حصول شاطئ الحمرية على العلم الأزرق هو التأكيد على مكانته كوجهة سياحية جاذبة توفر كافة وسائل الأمن والراحة لجميع شرائح المجتمع. لإخبار الدار وليد الأصبحي من منطقة الحمرية الشارقة.